السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بوليتيكو، إدارة بايدن تتوقع أن يأتي رد إيراني ربما في نهاية هذا الأسبوع. وإلى التفاصيل، صرح مسؤولان أمريكيان بأن إيران تخطط لتنفيذ هجوم جوي أكبر من المعتاد على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى أنه ربما يكون بحلول نهاية الأسبوع، وهو هجوم سيتضمن على الأرجح مزيجا من هجمات الصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار. حسب ما قال مسؤولان أمريكيان لم يكشف عن هويتهما لتفصيل تقييمات استخباراتية حساسة. وقال المسؤولان اللذان لم يكشفا عن هويتهما أنهما واثقان تماما من أن إيران ستنجح في ضرب إسرائيل بطريقة لا تدفع الولايات المتحدة إلى الرد عسكريا، لأن أي هجوم سيزيد من خطر اندلاع مواجهة أكبر في الشرق الأوسط. وأوضح المسؤولان في إدارة بايدن أن إيران لا تسعى إلى توسيع الأزمة الإقليمية بشكل أكبر كما قررت واشنطن منذ فترة طويلة، وهو ما قد يؤثر على تخطيط طهران. وبحسب بوليتيكو، رفض مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على هذه التصريحات، لكن الرئيس جو بايدن قال خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن إيران تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل. أشار بايدن إلى أن التزامنا بأمن إسرائيل ضد هذه التهديدات من إيران ووكلائها هو التزام صارم، وسنبذل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي معلقا على التقارير التي تشير إلى الاستعدادات لشن هجوم إيراني على إسرائيل إن ثمت عدم وجود تغيير في التعليمات إلى الجبهة الداخلية، مشددا على أن الجيش يحافظ على حالة الجاهزية والاستعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات متعددة. وفي وقت سابق أمس الخميس، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدر مطلع قوله إن دولا غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفائها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل ردا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة يوم الخميس ضرورة الرد على الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة إكس: نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق، مضيفة أنه لو ندد مجلس الأمن الدولي بعدوان الكيان الإسرائيلي لكان من الممكن التغاضي عن ضرورة الرد. والاثنين الماضي أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا قال فيه: ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق بعدة صواريخ، وعلى إثرها استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، وخمسة من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقونهما في سوريا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.